تاريخ 22 اليوم 22/5 شارع السواحلي مكتب وسليم فريق الاقتحام فريق الاقتحام مكتب وسليم اليوم 22/5 هذا شارع السواحلي طنجي خوجة شارع السواحلي تحت سيطرة حكومة الوفاق الله يبارك الزاوية الله يبارك كايشان جامع السواحلي شباب فادي الثانية طبعا جزيرة الفحم تحت السيطرة والتقدمات لقدام ان شاء الله احلى التحية للدائرة الأولى مكتب وسليم